ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا احنا مصممين نحن مصممين على النصر ان شاء الله ان شاء الله. وحدة ليبيا دون الموت. احنا مصممين ان كانها مؤامرة استعمارية مصممين على هزيمتها، ان كانها مؤامرة داخلية مصممين على هزيمتها، ان كانها زندقة ودروش مصممين على صحتها. احنا مصممين على نسحق الاعداء. قررنا قبول التحدي، ظلمونا في بيوتنا، في ديارنا الآمنة، في بلدنا الآمن، في رزقنا، في وحدتنا، في سلامنا، كنا مطمئنين، بلد واحد أنعم الله عليه بالبترول، عاش معيشة جيدة، والسلطة بيده، والبترول يوزع على الشعب، ظلام، أولاد حرام، جو من الخارج، بنقصوا علينا نعمتنا وهدونا، وأرادوا أن يحرمونا من ثروتنا ومن مقدراتنا، وبيقوضوا سلامنا وبيقوضوا أمننا، وبيحرموا أولادنا من لقمة العيش. وهذا السلام وهذا الهدوء وهذه السلطة الشعبية وهذه المحبة وهذا الجو الرائع اللي والروح المعنوية العالية والهدوء والسلام يبغوا يحرمونا منه. جو الشياطين، ظلام، أولاد حرام، مرضى جايبهم الاستعمار، عليهم الخزي والعار، جايبين بيقوضوا هذا السلام وهذا الهدوء، وبياخذوا رزق اولادنا، بياخذوا بترول من يدنا. احنا مصممين على قبول التحدي مهما كان. اذا كانت مؤامره داخليه ستضحك، خارجيه ستضحك، دول صعبه ستضحك، عسكريه ستضحك.